اما بقعد في البيت بقعد في البيت. انت برج ايه؟ اسد. ما عشان كده صح. الاكستريم الاكستريم بالظبط. وبعدين كل حاجه بضمير قوي يعني. أيوة هتشتغلي تشتغلي بضمير قوي، هتقعدي بضمير قوي اسبوعين استريحي. بس الاسد مصرف، مسرفه شويه. ايديكي مخروبه يعني ما بتيجي. لا مخ مصرف. لا مسرفه زي ما انا بقول لك بسبب. لا مسرفه جدا. بتحبي الحاجات الغاليه قوي برضو. الاسد بيحب دايما الحاجه الغاليه. لا يعني يوم ما يشتري يشتري جامد. لا انا حاجتي غاليه عليا حتى لو حاجة صغيرة صغيرة. طالما حاجة أنا اشتريتها بفلوسي وبطاقتي وبمجهودي وبوقتي محدش يبوظها لي. زمان وأنا صغيرة لما حد يدوس على رجلي غصب عنه كانت مامي بتقول لي وين صغيرة فأروح دايسة على رجلي. يعني مثلا دوسي على رجلي مش قصدي. ناس كبار بقى. طب استنى 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 روح معاك. جيبي حقك ما بتصبريش على حقك. ما بصش اشمعنى جزمته. لا ما حدش يجي ناحيتي. طب انت بقى في أصحابك انت بتجيبي يعني ما حد يجي يشتكي لك كده اللي هو ايه ندى ده مضايقني انا دي مضايقاني. صحابي هم اللي بيضايقوني بقى اسكتوا بقى. لا بتهزر. لا بتهزر. بصي هو انا عامه اكتشفت ان انا لما ما بعرفش اسكت عن ان حد يبقى ظالم حد يعني مره. بس ساعات بتصرف بطريقه لا مش المفروض ابقى بعمل كده. يعني مره شفت ام ده مش صح بس يعني ما قدرتش عماله تخوف ابنها وتزعق له ما قدرتش اتشد منها. قلت لها في ايه بالراحه الولد في ايه مش ايوه مش هتعقديه يعني مش اتخضت منك ولا عرفت خاصه ان انت لا ده فاتخضت طبعا خدي بالك يا امه في الاخر فاتخضت شويه قلت لها مش قصدي بس بشويش يعني لما بشوف حاجه لو بشوف حد بيضايق حد لا من وانا صغيره بحس انه لا انا لازم اتدخل مع انه لا مش لازم خالص. هو الشخصيه اللي هي تبقى الحقانيه زي ما احنا بنقول هي ما بتقدرش تسكت بتلاقي نفسها لوحدها هي بتتحرك واوعوا وسيبوا. بس اتعلمت حاجه مؤخرا انه الاهم اجيب حق نفسي. انا ما بعرفش اجيب حق نفسي خالص يعني بقيت اتعلم ده. ممكن اتكلم عشانك بس اول ما اجي اتكلم عشاني ما اعرفش تتكسف احس انه مش حقي اتكسف واحس انه مش حقيقي. ما هو للاسف للاسف التربيه والحاجات اللي احنا بنمر بيها واحنا صغيرين من غير اهلنا ما يقصدوا بتخليكي تطلعي مش فاهمه الفرق بين ان انت بتحبي نفسك وان انت انانيه. في فرق كبير بين الاثنين. فيعني ربنا قال اولى لك فاولى. انت الاول وبعدين اي حد لان انت في الاخر انت اللي مكمل معاك لحد الحياه الثانيه.